خبالك عايشين وديما لاباس علاش يا ناس علاش شبينا علاش المسكين نسينا لكن محال يدوم الحي ربي مازال يحمي بخير. صباح الخير هايفن، خير وينك؟ سي عبد السلام قلب عليك الدنيا راه في بيرو هو؟ اي في بيرو برا نمشي له استنى فيك. اسمع حط لي هذه على البيرو وانا جاي. باهي. صباح الخير سي عبد السلام. صباح الخير توا جيت؟ ماك تعرف مرتي تمشي بكري للخدمه وانا نشيع ولدي للروضه. اقعد اقعد اقعد. هذوما قلتهم قبلك. قريت الارتيكل؟ بيان سور الارتيكل. امراه انتحرت بسبب خيانه زوجها. هذا عنوان بتاع الارتيكل؟ ايش تحبني نعمل اذا كان احنا نعيشوا في بلاد الامن والامان، لا جرائم لا قتل لا اغتيالات. نمشي نقول للناس واللي مجرمين بالسيف ولا برا وفجروا رواحكم؟ يا اخي تدكك عليا؟ مانيش نفدلك راه. مانيش نفدلك يا هيثم. يا حسر على هيثم، كان النار تقدح. كل جمعه الناس تستنى في ليزارتيكل نتاعو. هي قلقت عارف فديت، نفس الحكايات تتعاود في الجرايد الكل، ما فما شيء جديد. لا لا. انت وليت بخيل. ما عادش تفركس على المعلومه. ما عادش تبتبت. انت كنت تسبق البوليسيه في الابحاث نتاعها. اي نكتب باش نتسنسر. عليه سنصر ليلك ارتيكل واحد على خاطر فيه مساله نتاع امن دوله ما نجموش نعديوها. سي عبد السلام انت بالذات تعرف انا قداش تعبت وقداش سهرت وقداش خدمت وشنية المعلومات والوثائق اللي جبتهم. ثلاثة اشهر وانا نخدم ليل ونهار. انا مرتي كانت باش تطلقني. هيثم شوف حل روحك، شوف كيفاش ترجع لك الموتيفاسيون، سينون هبتك الحظ وكل يوم ومانيش نفلك. هيثم توي دوي راك قلم باهي في تجربتي متاع 30 سنة عرضوني زوز ولا ثلاثة صحفيين باين كيفك. ما تحتمش الكاريير متاعك وانا مانيش مسيبك مانيش باش نخليك. اوكي إذن لدعم استثمار رجال أعمال تونسيين على الدولة التسهيل في الإجراءات الإدارية. وهنا نكون قد تقدمنا اقتصاديا بكفاءاتنا من ناحية ونكون قد تخلصنا من عقدة الغرب من ناحية أخرى. Bon, je vais traduire pour nos amis francophones. Donc pour inciter à l'investissement des Tunisiens, l'État doit alléger la procédure administrative qui est assez lourde. Et comme ça, on peut évoluer économiquement par nos compétences et alléger la dépendance aux pays de l'Occident. Très bien, Mehdi, عندك صح خدمة هايلة. خلي كوبي في المكتبة. وانتوما جادة خليوا خدمتكم الغادي. يلا ما عادش وقت. حلوا بولي كوبي باج 72. وين نجلة؟ كالعادة دي معادك ما تقول. اسمعني هذا راهو سامبل اكسبوزي ماهوش نقاش مفتوح. عندي اعتراض مسيو، ما احنا الواهوني. رانا بعثنا لي بروجي نتاعنا باغ ميل كي هو عمل جامد لا يحتمل النقاش. باهي تفضل، أما ما تطولش.
اوكي. اللي كنت تحكي فيه شبه شويه القصص خياليه، ان فيلم ساينس فيكشن. انت قاعد تخلط ما بين حاجتين، بين النهوض بالاستثمار وتوفير مواطن شغل اللي مربوطين بمعاهدات دوليه واقليميه اللي يفرضها اقتصاد السوق، وما بين طموحاتك اللي مبنيه على نظريات رومانسيه. ثم برشا حضارات مبنيه على نظريات رومانسيه كما قلت انت، والعباد ما عطتهمش فرصتهم. اي بورتون سا مارشي راهو. دو غيذي راهو مش كان في الاقتصاد، حتى في الفن زاد. Il faut y croire et oser. Oui, je suis tout à fait d'accord. Sauf que l'اقتصاد ما قارنهوش بالفن. انا مش نحكي على الفن والاقتصاد كهوان، نحكي بصفه عامه. في الاقتصاد كل سجون ده عندها قيمتها. احنا عالم مبني على البراغماتيه. وتونس كعالم ثالث اهم مرحله لها هو استقطاب لي زانفستيسور ايترونجي، باش هكاك ناخذوا منهم ونتعلموا منهم لسافوار فير. دونك الدوله ماذا بها كانت تسهل في استقطاب الكفاءات الاجنبيه وترخص زاده في سوم اليد العامله. ماك تعرف وين الرخص وين هما. الكلام اللي تقول فيه راهو مختار ياسر. اولا احنا عندنا لي كومبيتونس نتاعنا هربوا لبرا ولازمنا نراجعوهم. ثانيا التسهيلات اللي باش نعملوهم للاجانب نعملوهم للتوانسه قبل. وثالثا راك تحكي بمنطق استعماري كي فوندي سور ان كومبلكس دو انفيريوريتي. وشعوب اللي ما تحترمش وراح ما تقدمش راهو. وشعوب اللي ما تاكلش الخبز ما تعيشش زاد. يا صاحبي زيد لازمنا ندبروا حق التسكن. برجولي جاتني فكره باهيه يا صاحبي. شنو؟ قبيلي ريت راجل في الترين. انا هاكا اللي يلم في الفلوس من عند العباد ويقول صدقه جاريه بين جام. نعملوا كيف؟ رسمك اختاني كريم، فكرك لي وجهك. علاش ليه؟ نعملوا كيف وزيد الفلوس اللي باش نلمهم هاكا يبقى لنا اللي نحن. ليه؟ شفته عامل ورقه في رقبته. اخي ما ريتهاش. زعما شنو مكتوب فيها هذه؟ ولا ما نعرف، أما ذيك اللي تخليه يعمل هكاك. فكوا هيلو؟ سمك اختالي كريم، قلو فكوا هيلو. محمو، استنى. برجولية شكبت عليك صح؟ لا عليك بلا لغة خلي شكبت عليك. يزينا توش تتفلم علي، مجرى متاع الفاكرة، لعبة صحيحة على الأخر. إلا صحيحة على شيء، شفتوا ليلي تو. أون بليس كنت جيتي متبع بالكدي. راك تعرف لي هذوما دو تيوري ماشيين اون باراليل. اي مشيو. شوف. هذا كتاب ينجم يحلك برشا بلايص في مخك. انا راه مش مستانسه نسالف كتبتي. اما حبيتش نرى واحد ضايع ونتلف. اضرب عندك شكبه وباجيه. مهدوش ما تنساش عاد. عندنا تكوير الاربع مع الاولاد. شنو يقاوت؟ ديريكت. بلي بلي ديريكت وبيان سيري عشقول. نجلة سي سا؟ أنا مهدي، مي بون، نتصورك ديجا في بالك. كيفاش مالها؟ أنا مسكين ضايع فيها. قوليش غلطتك؟ صار أنت طلعت من الجماعة؟ أنا؟ هكا اللي يحسوا روحهم درا كيفاش كي المرأة تبدا خير منهم، متثقفة أكثر منهم، ويحبوا روحهم هما لو سونتر دانتيغي. كبريش يا ولدي، انا نعرف وانت تعرف، اما سي با لا فان دو موندرا. تو تعرفني وتفهم هكا وتوعى اللي انت ما كنت فاهم حتى شيء. تحسيش الحكايه هكا بيرسونيل وتحس كرامتك وشخصيتك ورجوليتك هكا تمس. بيان كو مفهوم الرجوليه عندكم غلط شوي. تحسيل بريف بون تو سلا انتريسون. اما جوست ما قلتليش من وقتاش مضروبه فيها بالباستار. نزلعتها على الاخر. Merci. Je t'en prie. Demain,
لما انت صاحبي وبصراحه باش نحكي معاك كارت سورتاب. عارفك عنده الحق. انا قاعد نتابع في مقالاتك الايامات خويا راك قاعد تبلبس برشا. ايش نعمل صديق؟ انا كيف يتفرعس من اللي يصنصروني في الجريده؟ فديت بالعربي فديت، حد ما حب يفهمني في هذه. حاسس بيك يا صاحبي، حاسس بيك. لا حاسس بي انا صاحبك، كان جيت صاحبك ما تعمل ليش سبوره كحل. يذوي شويه وارخ بروحك واعطينا شويه معلومات خليك تورتيك الفاوه. تحكي بجدك هيدا ما؟ يا شيخ. خويا هذاك في الجرجون بتاعنا اسمه السر المهني. وكان انت قاعد لهنا ولا اللي كيف نتاعي باش تاخذ المعلومات نتاعك. ماك مستانس دبر راسك وحدك. يسرح على روحك خويا. ايش نعمل؟ مانيش انسبيري المهم. من الاخر نخربش على الورق والشعريه قاعده تمشي وكهو. ارد بالك ها؟ مشيش تولي تبلبس كما كنا متوافقين في ترسمي. وقتها عاد على الدنيا السلام. كيفاه؟ على الدنيا السلام، مخك هذايا يجمد. في حله حلات. برص امك زيد صبني. شيحت لي ريقي راهو قبيله. يصب خويا مالا صب. لحظه لحظه لحظه. هيا هيا خويا على صحة الترقية اللي كليتوها الترح مدخن. تضحك هاي ثما هذاك اربيتري عينوه بيرزق فيه، معناها زوز من الجمعية نتاعكم داخلين في بعضهم يزفر بينالتي. اسمع راهي جمعيتكم تحشم رغم حويلة شو الحال؟ اسمعني هيثم برجولية ارخيك من الكورة خويا، اقعد في الصحافة وفي الحكايات نتاعك. نعرف نعرف ثلاثة بونتو في درجين مؤلمة جدا. ثلاثة بونتو في درجين. خويا تعرفش كيفاش؟ اللي يخسر المرة الجاية يخلص القعدة، أما مش هون يا. قالها راش أنا عندي أربع سنين نتمنى فيها باش نخلص أنا القعدة. مشات معاك. راكم مخبيزتني. أي برا على صحة الروح الرياضية. ولا روح رياضية عندك مرشتني على هالكاس. الو نعم وين هذا حالا نادية عندنا انكيت جديدة لقوا سبعة موتة وين شيرت مورناك فيسا مشوسي كمال اي فيسا فيسا لقاو سبعة موتى تقريبا كلهم صغار. وي. في أرض فلاحية شيرة مرناك، جماعة كل على عين مكان يستناو فينا. شكون قال جوزيف؟ فلاح يعيش في المنطقة، ما نعرفش كيفاش لقاهم بالضبط. شكون يعرف البلاصة؟ أنا نعرف. باهي نمشيو تسويت مالها. يا برمل البر مكان بالشريط يا اخي هذا فهمش يا كتسال يا زي شبيه يا له حساب تفلو خلص الراس خيانتي ايش مدخلك سمح شنو واش مدخلك لا افتو حبت يدك يا دي بالروح لو قصلك ساقيك لا باهي اعطوني وريك اش تعمل شبيك دز يا اخي يا دي خلص الراس وطير من قدام الرجال شد هذا محق زي السواق نخدم على روحك لهنا واللي قلق واحد انا موجود فاتحي مضمض كيفاش ما انا قلت لي الحكايه وليدي اش باش نقول لك في الفجر خرجت نسرح بالعلاليش وخرجت كلبي معايا كالعاده هو وصل للبلاصه هذه بالضبط ولا يشم ويلوج وينبح ولي زاد انا نحفر معاه نلقى قماش ابيض وليدي انا مسيته نلقاه يد عبد سلمت في كل شيء ومشيت علمت الحاكم كيت يا حليل يا بي حني الدنيا قداش خيابت باه 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 جيت الفجر قلت لي هيك هيك مع الفجر هيك قد تعرفش الوقت هذا ترى قداش والله الوقت ما حل ترى
استنى 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 ازرق بس صورها هذه جديدة هذه ترى حلي هذا ترى هذا ما زوج دوت تصور هذا صور ويحفروا مش في بالهم مش نلقاو شفا بريكة لكن نلقاو سبعة إذا قلت لي فما امرأة ستة صغار ايه فما امرأة هذيك اسمها واضحة الوليد اسمها واضحة والباقي الكل براتيكمون ديكومبوزي ليلة مدة من حين تدفن وبالضبط قلنا الجثث هنا يا جيت انت احترامات سي كمال ماك تعرف حاجه كان هكا ما نجمش نردها ما يظهر لي الحكايه فيها سفاح بالطبيعه سفاح اما اسمعني نقول لك هيث ما تكتب حتى شيء حتى نكملوا نلموا اكثر معلومات تهنى تهنى واضحه هاي برا خليك تمر على حاجه خويا يلا يا هيثم سي كمال شو بالنسبه للمراه تنطلعوها ببصماتها بالنسبة للسيد هذا ظهر فيه خاتيه البيعات هذوما هو قال لك يسرح لهنا كل يوم وأول مرة هذا اكتشفها الحكاية باهي باهي رضا باهي فعليتي باش يهزوا الجثث للطب الشرعي ويبعثوا لنا التقارير الأولية زعما الصفيح من البلاصة هذه كل شيء ممكن في القضايا هذه يا نادية نجم يكون حتى الفلاح اللي لقى الجثث زعما هكا يحب يهزنا في فوسبيست خديت ابحاث وانت خديت عليه اقوال وزدت قلت له باش يجينا قلت له استنى تاع على هنا باهي اسمعوني الاولاد ما تنساش تحققوا مع الناس اللي في الدوائر الكل نجموا نشدوا خيط ها وات سكنات صغيرات اصافوا شنو اللي جرى فيهم باهي هاي يخدموا ربيعكم ربيعينكم سمعني سي نجمي بي صاحبي غزل لي في خزر حنينة شفما لطفي نلقاش عندك 5000 الغدوة 5000 والله ما نشدها عليك تقعد بعدي صاحبي امشي امشي هز كف كز فاش تكمبس صاحبي خايف نتسلف من عند فتحي ينبزني كيك امورك يا اخويا انا ما ندخلش روحي فتوح نعم دقيقة برس وديك أنا جيتك تفضل بالله يا فتوح نلقاش عندك 5000 الغدوة أولا ما عنديش وثانيا حتى كان جاء عندي ما نعطيكش علاه ما تعطينيش مانيش خوك خاطرك ماكش عبد تخلي ولدك يخدم في القهاوي نهار كامل ولدي تكيل في الكياس تنشح في الكيسان شو مدخلك أنت ما أقول ما نعطيش وما تسمعنيش الكلام باهي تسمع الكلمة شوية فيك بابا أنا كان جالي يديا نوكلك كيلو غريبة ورطل ملح ونطيشك في الصحراء تضحك أنت جاتك على المذاغة يفتوح يا كيكا مو يبلع ضربة واحدة ويودع إيش يعمل بيها حياته تكموت وكيعدمها صح عليك عطاتك الدنيا تتمسخر على الرجال امشي يا عمر امشي الزمان كزمان تبرر امشي يفوتني وجوه الفقر تغش من فتوح عمر اجل اقعد السلام عليكم وعليكم السلام فتحي نعم عم سالح هيك كابيسان عمال هيك كابيسان عم سالح يا اخي بالمجد هذه ولدك يبيع في الدخان
شو يبيع في الدخان؟ الغشين نهار كامل هو يدور في الحوم. عيب علي، والله عيب علي. مش أقول لك عم صالح، طفل معش عينه في القراية، قلت خليه يخدم على روحه كيك يولي راجل. يزب لك الكذب متاعك، كيف تجيش تعرف روحك غلط مع ولدك؟ ما تكذبش عليا تو. عمار طفل مازال غبي، خليه يرجع يقرا شوي. هلا غالب باب الهادي، فديت من الفقر. تو هذا كلام؟ انت راجل تبارك الله وبصحتك، دبر خديمة على روحك. مع الفيسات زهرة تو تعيش وعيش الملوك. باهي على خاطرك. لا 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 لا، مش على خاطر، على خاطرك نوي ورا ولدك باش يكمل قرايته ويرفع لك راسك قدام الناس. باهي نوعدكم يرجع يقرا. هاي بسلامة. ايجي واش رقابتك عايش ولدي؟ لا لا ما عادش عيني. هاي بخاطركم. ربي معك يا عمار. يا مدام روزية باش تجينا كل يوم، كان فما حاجة جديدة تو متصلوا بيك. عايش أختي قداش منها المستني. عايش أختي يقوي يساعدك يفرحك، أنقولي ولدي عايشك. نادر وين؟ قريت الأولى وصلت. أي خطأ له؟ تفضل ارتاح تو نرجعك. سي كمال تقارير الطب الشرعي وصلوا، هاني حضرت لك التصاور نتاع الجثث اللي طلبني فيهم. يعطيك الصحة. إيش تقول تقارير؟ أول وأهم حاجة جثث طالوا ناقصين أعضاء. أربعة بلاش قلب، زوز بلاش رواري، والمرأة ناقصتها كلوة. نادي علق تصور هذوما. هذه هي تجارة أعضاء يا أولاد، وأنا عفير العصابة منظمة وكبيرة. ماهيش خدمة واحد وحده. السيب اللي متاحهم الصغار ومدروس. لا لا ما ننساوش معهم أجولت، لأن البروفيل متاع الريزو يتبدل. عندك معلومات على جولت هذي؟ حسب البصمات عمرها 22 سنة، اسمها أسماء الساحلي، مش معرسة، طالبة في الكمبيوتر، أبوها متقاعد كان يخدم في ستاج، أمها في الدار وما عندهاش خوات. فما شكون بلغ عليها؟ بلغوا عليها في مركز الزهرة، أما مش هذاك هو. إيش فهم؟ البنية يحبلها في الرابعة. عملت كورتاج وسبب الوفاة إيموراجي. خطأ طبي. سيسا ثق في الرحم. استنى استنى. هل عرفتوا الطفل؟ المرأة اللي كنت واقفة معها في الكولوار، الدوسي اللي عطيتهولي متاع الطفل الضايع. عندك تصويرته؟ اي عندي في الملف الأصفر هكا فوق بالوير. ريت أخت فروحك جيب لنا هالملف الأصفر. المرأة مازالت هوني؟ اي خليتها في الكولوار تستنى فيا. باهي اسمعني نادية، إذا كانت لها ولدها حاول تخبرها كلمة معها وإذا تعالي الجثة. رضا تبدأ الأبحاث متاعك على أسماء الساحلي، نحب نعرفها وين تمشي وين تجي، مع شكون تقعد، شكون تخالط، كل كبيرة وصغيرة عليها نحب نعرفها. وما تنساش باش تعلم بوها وأمها وتجيبهم لي نسمعهم. يلا تفضلي. نعرف اللي قلقتكم بالمشي وجاي، أما والله راني محروقة، كيف بتمشوش على ولدي؟ نحب نعرف وينه. وقتاش آخر مرة ريته؟ محسوب شهر تو. ما تعرفش كون شافه بعدك؟ درت على أصحابه الكل اللي يعرفوه الكل، حد ما شافه حد ما راه. أما أنا ما فهمش على ديما تسألوا فيا في نفس الأسئلة، ما خرجوا لوجوا عليه. باهي مدام يظهر لي قناه ولدك. بالحق يفرحك، وينه؟ لبس عليها؟ شفم؟ دوام لله. كيفاش تدوي بلادك؟ انا اللي ضيعته، انا اللي ضيعته، تفيحني كيف بيزا، انا اللي عملته.
عندك برشا ما قلتليش نخرج نتعشاو. فديت من البرتمان تاع النصر، قلت نشوفوا العباد شو شويه هوي. احسن ما عملت، حتى انا توحش نسمع حكايتك. اي سورتو بور فيتي تا ريوسيت. لا عاد نوتر ريوسيت. انت بالذات برافو عليك، العمليه ما كانش سهله بالكل. مدام حنان احمد، كومشكم بعرفك بوكي دو فيغ. ميرسي. استنى لحظه، ميرسي مدام. عايشك. شكون بعث لك النوار؟ ما نقلكش. شكون بعث لك النوار؟ باش نمشي انا. يزي بليد عاد، شنو غرت؟ ما عنديش الحق نعرفه. ما عندكش الحق يا اخي، بالك تخطيبنا نعيشوا في قصه حب. ما نقولكش. يا سيدي سي نوري بعثوا البوكي باش يهنيني على العمليه اللي فاتت. باهي هكا سافا سافا سافا. اش بينا احنا ما يبعثناش نوار عليه؟ 600 مليون كاش نسيتهم. باهي باهي. اش قولك الويكاند الجاي نستدعاك لبيزا ولا امستردام؟ نخلص انا امستردام كم ساعه نعملوا ضحكه. باهي مشيت معاك، اما تنظم انت. بربي رد بالك تعمل لي سوربريز. شو كيف تنسى؟ وعاملين شكون نظموا عيد ميلادك كي مشينا لاسبانيا؟ نسيت. يا نسايا. 35. قداش يطلع؟ أنا نسأل فيك. 30 حربوشة في 5000 كعبة. واضحة. السلعة هذه مانيش في نحاسبك عليها. بيع اهدي غانس كليوناتك ذوقهم بلاش، خاطر اللي ذوق يحصل ويرجع لك وحده وحده. كي يرجع يرجع معبي. كي مشات معك الخدمة وتحب تطول فيها وتصور الفلوس وتولي راجل، ممنوع الذوق. اللحام ميكونسوميش. واضح؟ واضح. منك نتعلم. فماشي حاجة أخرى؟ نقص شوية من التفركيح مع أولادك ومرتك. شد بياسك، العينين الكل مرشوقة فيك راهو. سي منير، أعطيني نمروك باش كي توفى السلعة نكلمك. كي توفى السلعة أنا نجيك بثقايا. كي ما تلقانيش نعرف كيفاش نلقاك. معلم. البركة فيكم، نعرف اللي هي صدمة كبيرة. عايش بنتي، خذوا لي حق بنتي اللي عمل اللي عم يلزمكم تشدوه. وش وليك بنتي؟ ما تخافش باش نشدوها. سي عبد الفتاح، حاولوا باش تجاوبونا على الأسئلة الكل باش نجموا نقدموا. تعرفوش الراجل اللي كان على علاقة مع أسماء وكيفاش كانت بيناتهم العلاقة؟ راجل؟ أنا راجل؟ الراجل اللي بنتك حبلت منه. يعني في بالك وخبيت عليا؟ وقتاش كنت ناوية باش تقولي؟ بعد ما ندفن بنتي أنا؟ قبل بعد وقتاش؟ ولا ما كنتش باش تقولي بالكل؟ سامحني سي عبد الفتاح، بس خايل في بالك. أنا الحاجة الوحيدة اللي نعرفها أنه كمشة خماج مجرمين خطفوا لي بنتي وعملوا فيها اللي عملوا وحرموها من الدنيا. هذه الحاجة الوحيدة اللي أنا نعرفها. علاش ما قلتليش؟ علاش خليت الماء يجري تحت ساقيا؟ علاش خليتني كيف البوهاني في النازلة هذيا؟ علاش يا خديجة؟ حرام عليك، حرام عليك. قلت لك قتلتها. هاك قتلتها أنت بسكاتك. كان قلت لي رانا لقينا الحل، رانا شفنا كيفاش نخرجوا بالموضوع هذا. نضرب راسي أنا، نكسر راسي على الحيط، نتغشش، يصير فيا اللي يصير. ما هي إلا بنتي في الآخر. أنا أبوها راني ما نلوحهاش. أنا أبوها نلقالها الحل. بنتي يا بنتي، راهي بنتي. علاش ما تحبش تفهم تتكلم؟ كلمني يا مراه، كلمني. انت بيدي والله لا في بالي. قلت لي سمعت اسماء غدرت وقتها، شدوا مريم. مريم هي اللي تعرف الراجل. اسمه وليد شعبان، بروفا في الكامبوس. قداش عندهم يعرفوا بعضهم؟ ما نتذكرش مليح،
بريسك عامين هكاك. كيفاش كانوا معاها؟ يضربها؟ لا با دي تو، كانوا يتلاكشوا ساعات كي الكوبلوات الكل، اما نورمال كانوا يحبوا بعضهم برشا يسخطوا هو. وشكون اخر كان في بالو بيهم؟ حتى حد. انا كهو تشك فيه انت؟ وليد امبوسيبل، كان يموت عليها، يحبها اكثر من روحه. يا مدموزيل امبوسيبل، ما فماش راه في خدمتنا. ولا هيك ما نعرفش، اما وليد ما نجمش يكون قتلها. ينجم يكون قتلها لخاطر البيبي اللي في كرش. شوف يا دولي، ما فهمتنيش بالكدا، في الغولاسيون بتاعهم مش اسمى المسكينه، وليد هو اللي كان مسكين، هو شد صحيح باش تخلي الصغير وباش يعرسو، اما هي كالعاده راسها صحيح ما حبتش وزيد خافت. خافت من شنو؟ خافت من بوها امها، من كلام الناس. امها وبوها ما يعرفوا عليه شيء، ميم با في بينهم بالغولاسيون. ينجم يكون بوها يكذب في باله وهو اللي قتلها خايف من الفضايح. ينجم يكون، اما ما تنسيش حكايه الكورتاج والكلمه اللي ناقصه، الحكايه معقده اكثر من هكا بيسر. السلام. السلام. كملت؟ ايه. باهي. مريم صاحبتها تسكن قريب للكامبيوس، اسما تسكن في الزهره، اما مش ديما تمشي لدارها، الاكثريه تبات بحدا صاحبتها، تقعد بالجمعه وبالجمعتين. اما اكثر وقت تعدي مع واحد يقري فيها في الكامبيوس، البروفيسور نتاعها اسمه وليد شعبان. شو اسمه؟ وليد شعبان. باهي، ابعث لي الاولاد يجيبوه السيد هذا، اما من غير فضايح ومنوت، كمام استاذ جامعي. يلا. وليد اقعد، حاجتي بيك. سي كمال، حبيت نقول لك اللي بالنسبه لوليد قديت نمروه، كلمته تليفونه مسكر. عسلامة أختي. سلمك تفضل. قريت لانونس وبعت لكم إيميل بالبارح في الليل، جو سوي بور لونتروتيان. باهي، شنو اسمك أنت؟ كريمة الخليفي. كريمة، أنت مقيدة روحك بوندوز؟ وي. لحظة برك. تفضل. وي زين. ما كانديدات. هاي خليها تفضل. اسمعني، هو باش تدخل تو تقابل سي الفضل تعمل اونتروتيان معاه. تفضل. عسلامة. مرحبا. عسلامة. مدموزيل كريمة. هاي قال لي كريم، وين وصلت في القرايه؟ عديت الباك. كاو كاو. وعلاش ما كملتش قرايتك؟ فديت، قلقت، نحب نسافر، ما نحبش نعدي عمري في القرايه. اي والله قلت الحق. قداش عمرك؟ جي 23 سنة. كاو فاخره تبارك الله. جبتي معك تصويره؟ وي. بارك الله، مزيان التصوير. وليد شعبان، في بالك اللي الوضعية متاعك مزمرة برشا؟ آخر واحد شافها هو أنت، وليلة قبلها بيتها بحداك، والطفلة حبلة، وأنت أستاذها. وتعرف اللي نوع العلاقات هذه ممنوعة. علاش ممنوعة؟ ما كانتش مينار. في القانون التونسي ممنوع هذا. شنو هذا؟ واش نخدم بيع ونشري ومينار ومش مينار؟ هاي هات من الآخر. شوف أستاذ، التهم الكل راهي موجهة ضدك. استعرف! شنو استعرف؟ شنو استعرف؟ حاجة ما عملتهاش يا أخي، شبيكم؟ باهي، على كيفك. أنا هاني في دروية ريدة. علاش تحبني نقتلها؟ أنت كنت نحب ونموت عليها، أنت عايشين مع بعضنا بريسك. واش قال؟ قال لك عايشين مع بعض؟ عايشين مع بعضكم؟ ما غير صديق؟ هذا زاد ممنوع. شوف يا السمك ربي، الحب هذا ماهوش حجة، والكلام اللي تحكي فيه كلام فارغ، وكي نبدا نحكي معاك اغزر لي في عينيا. وليد، انت بابا استاذها اكبر منها ب 15 سنة. سمعنا اللي انت مترشح باش تولي ميتر دو كونفيرونس، سمعت بها حبلة؟ انا رد فعل عادي، تنرفزت، خفت على كاريرك، وليت تصرفت. طيب استعرف،
أنا أسمع فيك. معكم حتى دليل على التهمة هذه؟ كلام منطقي أما يقعد كلام مهوش مبني على حاجة ملموسة. كيفاش ترى؟ مش هذا تعرفوه؟ تي أنا بالعكس كنت متحمس وليتي حبيت نعرس به راه مش خاطرني مؤمن بالعرس باش نضمن مستقبل ولدي. ماك تعرفوا العقلية في تونس كيفاش، وفيما يخص خدمتي عندك الحق كارياري كانت مهدة، أما حتى في هذه كنت متحمس وليتي. أما والله أسمى في كفة والعالم أجمع بما فيه كارياري نتاعي في كفة. على كل حال باش تقعد معنا لذمة التحقيق، وكان كلامك يطلع صحيح تخرج راه ما فما حدا مشكل. قداش نقعد معكم؟ المدة اللازمة نهار نهارين، جمعة جمعتين، شهر، عام، حتى اللي انت تعرف. باش نعمل تليفون. شكون؟ محامي بتاعي. أكاو ما تعرفوا رويق نتاع القانون كان في حكاية التليفون. مش مشكل إذا كمل معاه هزو يعمل تليفون. أما عينيك عليا ما تخليش وحده. هاني في بيرويا. شوف يا وليد. أنا حكيت معك برجولية. وي عزيزتي. وي هيثم. شد وليد على ذمة التحقيق كمتهم رئيسي في القضية. وليد؟ شو مدخل وليد؟ هاني توا خارجة من المحكمة ماشية المركز. هاي فيلم أنا. زينب بلاي قايده في ليست دي رونديفو. الله يبارك. كيما تفهمنا مدام دونك نكلموك. اوكي ميرسي بون فان جورني او فوار. حضري الكونطرا نتاعها. لا الدوسي نتاعها باش يقعد عندي وانت تشوف لي من يدخلي. علي على خاطرها مش تاع فوندوز. لا لا ما فما حتى شيء. الله يبارك. داكوردو يعيشك في الأمان. أهلا كمال. أهلا بسي هيثم. يا وليد خرار مرار علينا. استنى استنى إذا كانك جاي تنسنس راهو مضمض. ما عندي حتى معلومة نجم نعطيها له. معناش بيست صحيح راه. تحب نشرب قهوة مرحبا بيك. خي ديما صبورة كحلة وما فما حتى بيست. أو عندكم وليد شعبان في حالة إيقاف. من ليك المعلومة هذه؟ تادا وليد شعبان عندي نص ساعة من اللي وقفته. وليد شعبان خو مرتي. أهلا كمال. عسلامة ناه. وليد شعبان خوك؟ الموقوف خويا. كلمته بالتليفون وفسر لي كل شيء. باهي. تفضلوا بحدايا البيرو نحكيو خير. يعيشك سي كمال. شكرا. مرحبا بك. شو سي كمال انا ما جيتكش هوني كاخت وليد، اما جيتك كمحاميه نتاعو. باهي ياسر هكا تسهل لي برشا حاجات. شوف ناهد انا باش نكون معك صريح. صحيح اللي الادله الكل ضد وليد، اما ما نكذبش عليك اللي الحكايه اكبر من هكا برشا. الحكاية هذه وراها عصابة منظمة، معناها جريمة. وزيد شنو هيثم؟ لو حلينا هستيلو خلينا نخدم خدمتي، وانت كل كلمة تملس فيها. يهديك ربي، خلينا نفسر المدام وضعية منوبها. الله يبارك، أما ياسر مسكرين علي راهو. شوف ناهد، احنا نحبوا نعرفوا وليد عنده علاقة بالعصابة هذه ولا لا؟ بس كمان راني بنت قانون ونعرف الإجراءات. ونعرف اللي وليد خويا ما نجمش يقتل حتى ناموسة. والله نتمنى انه كلامك يكون صحيح،
عملنا زادة ولد القانون ونعرف اللي الأمور ما تمشيش هكا راهي. تعرف مشيت من بالي الحكاية كومبليتمون. الراجل غزرت له أخي دور وجهه كومبليتمون وخاف هرب. يا والله فاضل هاك طلعت تعبر. ما قلتليش عجبك تعتيبي ولا؟ هاك تشوف. كمال صحني. صحة. في بالك أنا 86 قريت كويزين في بلجيكا وخديت ليسانس زادة. هي حسرة. واش بك ما كملتش في الدومين هذا؟ عملت تجربة حليت غيستوران في حلق الواد بس أنا با مارشي. التوانسة جينيرالمون تمشيش معاهم لا كويزين غافيني. يدوروا يدوروا ماشي خلهم كان على صحين كفتاجي صحفة لبلابي. دوماج. با دي تو. الحمد لله منا من غادي مع شوية معارف عملت الشركة وصافا. أنتر بارونتيز أنا ما نعرفش الشركة نتاعك فاش مختصة. سي نوري عطاني الكونتاكت نتاعك وقال لي كلموا ريك الأمور. أنت تعرفوا؟ أنا لا عمري ريتو. كلمني مرة بركة. فسر لي العملية شوية وقال لي الفيزا في متاعي هو أنت وشريكة متاعك قانونية 100%؟ مي بيان سور. شريكتي أوفيسيالمون تقدم خدمات وتمثل انترميديار ما بين المشغل والعامل. هاكا يبعثوا لي ليست دي كونترا من الخليج أشاك فوا يطلبوا مني حاجة دي فوندوز دي إلكتريسيان دي فام دو ميناج وسا ديبون كل مرة كيفاش. احنا الشركة متاعنا تتلهب لي زانونس بالجريدة تعمل لي زونتروتيان وتنسق مع جماعة لي غاتي نتلهب بالخدامة حتى لين يسافروا. وي بيان سور عندي الكوميسيون تاعي. وبالنسبه للبنات الاخرين ما فما كان انا وناجح في بالنا بالحكايه. زينب باغ اكزومبل السكرتير تاعي ما في علمها بحد شيء. سي ان اوتر فولي ماشي اون باراليل. ابروبو شو عملت في الكماندا الاخرانيه؟ هاني قاعد نعمل في الكاستينغ. ما عادش بكري. البنات يلزمهم يسافروا وجماعتي الاخرين. هاي في بالي. نخلطوا ما تخافش. كي يطلعوا الباسبورات مش حاضرين؟ هكاك عندي الكونتاكت تاعي في الحاكم. واحد اسمه رضا العوادي. ماشي الامور ماشي لي اموري. هكاك الباسبورات يحضروا لي في نهار. تخي بيان. الو. حتى انا. اوكي اتوتيت. سامحني فضل. يلزمني نمشي نشري دواء لامي من الفارماسي. والله باش نمشي وحاجبه. أيمن. أيمن. وي. إيش بحثي؟ أنا جيت. قل لي وين كنت قبل ما تجي؟ ما تقوليش كنت في دارك. ديني دافير. صح صح. ليه والله ما استلست والراجل مثقل دمه. أما لا غالب تنسنيش لازم منه. بلي قريب نرقد. أغزمون ما رقدتش. شو نجيب لك من فرنسا؟ تمشي أنت. دون دو جور مو في بالك. أيوة قد باش تقعد؟ ماكس تخوا جور. باش تهز معاك المدامة؟ بحث هذايا ولا تحقيق؟ باش نهز بنتي زاد. اه سرورة بلي توحشتها عندي قداش مريتيش. هاي كالبوس كبرت 3 ans توا. تبارك الله. كان تشوفها كيفاش تشطح شاكيرة تتقرمش. جيماجين. باش نجيب لك توا. اي حاجة على ذوق المدى. هاك. قالي قدا الوقت توا؟ نص لين ونص. نزيدو نصيف ساعة ونمشي. نزيدو. هيثم. وي. من غير ما نزيد نوصيك هذه ماهيش اي قضيه. الحكايه فيها وليد خويا وماهوش وقت لعب. شنو توقعت نلعب انا؟ تيزي عاد سيبوني خل نخدم على روحي عاد لا يزي كمال باش تولي لي انت زاده يعجبك شي تو. يا اخي ماكش حاسس بالخطر اللي عايشه وليده؟ يا ولدي هذه قضيه معقده وناقصه برشا معطيات واي ديتاي انت تهبطوا في ارتيكل ينجم يكون اداه باش القاتل ياخذ حذره ويزيد يغرق وليد خويا. كابيتو. يا نهد المقال سطحي وما فيه حتى تفاصيل اخوك بالذات ما ذكرتوش. ايش تحب اكثر؟ تحب نبطل ما نكتبش؟ شو هيثم مانيش مستعده نعدي ليله نلعب معاك. عندي برشا خدمه وماذا بيك تلتزم بواجب التحفظ لحسن سير الابحاث. او مدام ماناش في محكمه راه ياسر يجي يدراك بشويه.
ألزم حدودك في الكتيبة، وكان لازم أعطيني نقرأ قبل ما تنشر. هاي الياسر، ها ولت عندي سانسور في الدار عاد أنا. لا هاي الياسر باهي، مسالش نمشي نطيب قهوة لروحي، تسمح لي؟ عملي معاك طبعا ونص، وما تنساش الضوء، ونسكر الفريجيدار ونسكر الغاز وما نخليش الماكلة لبرا. باهي الله يبارك. بعد اكتشاف الجثة تقترب الشرطة من الحقيقة، تتفطن العصابة وتخطط لردة فعل ضد المفتشين. من جهة أخرى تزدهر تجارة عمار في المخدرات. تابعوا الحلقة القادمة من ناعورة الهواء. عيوننا تملد بكينا بسكاك، عشنا العذاب والموت.